يتشرف إذن البنك الإفريقي للتنمية في المشاركة في هذه المناظرة الأولى المتعلقة ب دونك الجهوية المتقدمة، وقمنا خلال هذه المداخلة بتقديم ما يقوم به البنك الإفريقي للتنمية من جهود من أجل المشاركة في الجهد التنموي للمملكة المغربية، خاصة فيما يخص تمويل الجهات. وكنا قد قدمنا مثالين عن تمويلين مختلفين. التمويل الأول يخص صندوق التجهيز الجماعي، وكذلك التمويل الثاني الذي يساهم في وضع أو بناء منشآت صناعية جديدة في الجهات، وذلك عن طريق الوزارة التي وزارة الصناعة المغربية. يعني هؤلاء مشروعين مهمين، الأول بقيمة 100 مليون يورو كان مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية قد صادق عليه في 28 من نوفمبر الماضي. أما المشروع الثاني المتعلق بتحسين القدرة التنافسية للجهات، فهو مشروع يقدر ب 220 مليون دولار.